وقال المتلمس: ألم تر أن المرء رهن منية صريع لعاف الطير أو سوف يرمس، فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة وموتا بها حرا وجلدك أملس. فمن طلب الأوتار ما حز أنفه قصير وخاض الموت بالسيف بيهس. نعامة لما صرع القوم رهطه تبين في أثوابه كيف يلبس، وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا، وما العز إلا أن يضاموا فيجلسوا. ألم تر أن الجون أصبح راسيا تطيف به الأيام ما يتأيس، عصا تبعا أزمان أهلكت القرى يطعن عليه بالصفيح ويكلس. هلم إليها قد أثيرت زروعها وعادت عليها المنجنون تكدس. وذاك أوان العرض حي ذبابه زنابره والأزرق المتلمس، يكون نذير من ورائي جنة وينصرني منهم جلي وأحمس. وجمع بني قران فاعرض عليهم فإن يقبلوا هات التي نحن نؤبس، فإن يقبلوا بالود نقبل بمثله، وإلا فإنا نحن آب وأشمس. وإن يك عنا في حبيب تثاقل فقد كان منا مقلب ما يعرسُ.